حالة الهبوط المفاجئ دي أول مرة جيلك يا تامر؟ أول مرة. طيب مش فاكر أكلت إيه شربت إيه ليلة إمبارح؟ لا أكلت ولا شربت حاجة يا دكتور. حاسس بأي ألم في أي حتة في جسمك؟ لا يا دكتور، يا دكتور أنا ما فيهاش حاجة. ما فيكش حاجة يعني إيه؟ ده أنت يا دوب فتحت باب الشقة واترميت على الأرض سطيحة، وما فيش على لسانك غير سيبوني أنام، أنا تعبان، عايز أنام. وإيه؟ هي الناس مش بتتعب برضو ولا إيه؟ واد يا تامر. يا جماعة سيبوني أسمع رأي الدكتور طيب. يا جماعة ما تقلقوش، تامر زي الفل، ما فيهوش أي حاجة، هو بس محتاج لشوية راحة، ويخلي باله من صحته شوية، مش كده يا تامر؟ اتفضل يا دكتور. خايفين عليا قوي؟ كان ليها لزوم ان انتوا تجيبوا الدكتور؟ ابوك هو اللي صمم، هو انت ما شفتش شكلك امبارح بالليل كان ايه؟ ده كان مصمم ينزل بيك على المستشفى، لولا عمك عبد الحليم هو اللي قال لا سيبوه ينام وهو هيبقى كويس. هو انكل حليم كان هنا امبارح؟ واد يا تامر، انت مش داريان بنفسك ولا ايه؟ انت فيك ايه يا ولد؟ في الحقيقة ما اقدرش اكدك اللي بتفكر فيه ده بالكشف العادي، لازم نعمله تحليل الاول. ايوه بس انا واثق ان اللي بفكر فيه ده مظبوط يا دكتور. يبقى زي ما قلت لحضرتك لازم نعمل له التحاليل اللازمه، مفيش وسيله غير كده، وبعدها هنتاكد، وانا تحت امرك في اي وقت. متشكر يا دكتور، شرفت. السلام عليكم. مع السلامه. الله يسلمك. ايه الحكايه يا بركات؟ انت بتتوشوش انت والدكتور على ايه؟ تامر ماله؟ تامر زي الفل، وفل الفل كمان، اطمني يا هانم. الله، بركات الفار ابتدى يلعب في عبي، ريحني وقول لي الواد ماله. اقول لك على حاجه ما اعرفهاش، مش لما اعرف ابقى اقول لك. ارتاحي يا هانم، ما تقلقيش نفسك، انت مش نازله النهارده ولا ايه؟ لا مش نازله يا بركات. يبقى انزل انا، ده ما كانش ضايق حضرتك. الله، انت حكايتك ايه النهارده؟ مش عارف انا اجيبها، مش عارف. انا محتاج اقعد مع نفسي شويه وافكر في حاجات كتير. خليك انت جنب الواد لغايه اما اجي. هو ايه ده؟ جرى المخ حاجه ده ولا ايه؟